اليوم عندي اتصال هاتفي مع أخوي المهندس سعد العتيبي، نعم، المدير العام لشؤون المشاريع والتخطيط، بيتكلم عن الحالة في الطيران المدني في المطار. نقول شنو الحالة وشنو صار فيها وهو معايا على الهواء. مساك الله بالخير مهندسنا. مساك أبو الخير دكتور، ونمسي عليك ونمسي على مشاهدين برنامجك الناجح، وأهلا وسهلا فيك دكتورنا. الساعة المباركة ونتشرف فيك مهندسنا. الشرف لنا وأنا حاضر، تفضل. الله يسلمك. نبي نتكلم عن حالة الطيران المدني، شنو الأحوال؟ خصوصا أمس كان شوية في ضباب وفي يعني الحركة شوية ما كانت المطلوبة. تفضل. نعم فعلا، يعني شهدت البلاد مثل ما انت عارف والأخوة المشاهدين عارفين حالة من الضباب الكثيف، وعندنا في الإدارة العامة للطيران المدني وإدارة الأرصاد الجوية يعني تم تقدير انخفاض الرؤية الأفقية في مطار كود الدولي بتقريبا تصل إلى 100 متر في المساء البارحة تقريبا الساعة 11 مساء. فبالتالي دورنا في الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة للطائرات سواء المغادرة أو القادمة حتى نضمن سلامة حركة الملاحة الجوية. والحمد لله يعني الساعة 11 مساء على يعني تقريبا أرض دولة الكويت ومطار الكويت الدولي هذا الكثافة من الضباب، خذينا إجراءاتنا الاحترازية وتم تحويل تقريبا 18 رحلة قادمة إلى مطارات قريبة، منها مطار الدمام ومطار المنامة وكذلك مطار حمد في دولة قطر الشقيقة. يعني اتخذنا كل هالإجراءات دكتور لسلامة الركاب وعدم يعني نعمل لاندنج لأي رحلة قادمة إذا كانت ظروف الرؤية الأفقية لطياريننا منعدمة أو قد تكون يعني المنعدمة لمئة متر، فبالتالي لابد من تحوير هذه الرحلات. يعني الأمور طيبة إن شاء الله؟ أبشرك الأمور طيبة والحمد لله. يعني من الساعة 11 مساء البارحة لغاية الساعة 8:30 تقريبا صباح اليوم تم جدولة كل الرحلات اللي تم تحويل مساراتها القادمة، وكذلك تم جدولة الرحلات المقادرة من مطار كود الدولي تقريبا يعني اوقات مختلفه اعتبارا من الساعه 8:30 صباح اليوم. والحمد لله عادت الحركه والملاحه الجويه بشكل طبيعي، ونتوقع يعني اذا كان هناك اي حالات من الضباب خلال الساعات القليله المقبله ان نعلن للمواطنين والمقيمين في حال تم تحويل لا سمح الله بعض الرحلات القادمه او تاخير لبعض الرحلات المقادره. نعم المهندس سعد العتيبي، شكرا جزيلا.